بالحقيقة الإعلانات مو شغلتي، بس البارحة اجوني شخصين. مرحبا أستاذ أموري، نريد تسوي لنا إعلان عن حليب محمود. قلت لهم ما أقدر. هذا حليب محمود، حليب درجة أولى. إذا هيك كلش مهم فلازم أجربه. وراها وديت لخالتي، خالتي مديحة عندها خبرة بالحليب الطبيعي واللبن وكل مشتقاته. لما شافت الحليب عادي أخذته وشربته وقالت أي عادي حليب محمود كلش طبيعي. شربت قلاصين ثلاثة. أويلي لك، هذا شلون حليب يرد الروح؟ يا ناس عندي نصيحة لكم، اشربوا حليب محمود. حليب محمود من أطيب أنواع الحليب.